بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من المملكة العربية السعودية من مدينة الطائف، صاحب مدارس طلائع المبدعين الأهلية بالطائف. جئت إلى مومباي وتعالجت في هذه عيادة الدكتور اسمه سبادرة. عيادة الدكتور سبادرة. سبادرة. عيادة الدكتور سبادرة. نعم. عيادة نظيفة، أجهزة ممتازة، تعامل ممتاز، عاملين نظيفين وأيضا مميزين، أخلاق تواجهك الابتسامة فيهم، وهم جميعا على خلق طيب. وشكرا للجميع. شكرا.